سو دايما نحن لما بنعمل هير ريموف الليزر بنطلع على شغلتين بالليزر، اول شيء الافيكاسي تبعه، ثاني شيء السيفتي للبيشنت. بمجال هير ريموفل في كذا ماشين ممكن نستخدمه، منهم هو جنتليز. هلا جنتليز بيتميز عن غيره انه اول شيء اسرع لانه سبوت سايز تبعه كبير فما بياخذ معنا البيشنت كثير وقت. الشغله الثانيه انه less painful بسبب تقنيه دي سي دي اللي موجوده فيه. والشغله الثالثه انه الابسوربشن تبع الملان تبعه عاليه بطريقه ما، فهيدا بيعطينا افيكاسي افضل لما نكون عم نعمل تريتمنت.